بالنسبة لنادي ظفار وهي محك حقيقي. إذا ما كان ظفار سيكون قادرا بعد ذلك على التنافس والتتويج ببطولة الدوري في نهاية الموسم. محمود السعدي راسية موجودة إلى كامارو. أخيرا كامارا يظهر ويسجل ويفرح ويرقص مع الزملاء بأول الأهداف. إذا ظفار الآن يتقدم بالهدف الأول ويسكت كامارا شاكرا لله على هذا الهدف في الدقيقة 76. شوف 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 هنا القصة الأولى وكامارا بعد بها. سلام يا سلام يا سلام. لعبات موجودة ثلاثية حاضرة بعرضية راسية ودبل كيك خطير جدا من جانب كامارا يعطي ظفار أول الأهداف في وقت احتاج فيه ظفار للانتصار ولا غيره في هذا المساء. ياتي كامارا اخيرا ويظهر في الايام الصعبه وفي اليوم الصعب امام واحد من الفرق التي تبحث عن النقاط نادي مجيس والفريق الصعب في هذا المساء. الفريق الذي كان قريبا جدا من احراز هدف التقدم في العديد من المناسبات وهذا الشيء ما لم يحدث. وبالتالي الان ضربه كامارا جات لتعطي ظفار اول اهداف المباراة وهدف التقدم بالنسبة لنادي ظفار الان. اذا ظفار يتقدم بالهدف عن طريق كامارا اللي يسجل 7 اهدافه في بطولة الدوري واول الاهداف بقميص ظفار وبالتالي ايضا 3 اهدافه في مرمى مجيس هذا الموسم. سجل هدفين عندما كان يلعب لنادي الاتحاد والان هدف لنادي ظفار في مرمى مجيس. ما في شك تهدي اعصاب دراجان نوعا ما. لمسه جميله الى حمود السعدي. حمود تقدم عرضيه في الجول. تخصصوا في تسجيل مجيس في هذا الموسم يظهرون اخيرا ويعطوا الاتصال لظفار بعد كمارة. ياتي احمد مانع ليعطي ظفار الهدف الثاني. يا سلام يا سلام على هدف جميل جدا وصناعه بمرة أخرى عن طريق الثلاثي المرعب. الثلاثي المرعب هذه قصة وكانت هناك قصة. أحمد مانع حمود السعدي كمارة الآن كمارة حمود السعدي مانع قصة ولحن يعزف الآن من خلال الأهداف التي سجلت لظفار في ظرف دقيقتين فقط. ظفار ينهي كل الأمور ويعطي ربما نقاط كاملة تريح الأنصار بعد معاناة الدقائق الماضية. يظهر ظفار بالهدفين أولا عن طريق كامارا وثانيا عن طريق أحمد مانع. أحمد مانع هنا تغيير